الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا فتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الرضا اشفع لنا عند الله. يا مولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا فتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا وماتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مولانا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستعشقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي بن موسى أيها الرضا يا رسول الله يا حجة
قدرت الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستعجلنا فتوسلنا بك إلى الله قدمنا يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا ابا جعفر يا محمد بن علي ايها التقي الجبار يا ابن رسول الله يا يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستعجلنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله نشفع لنا عند الله يا مولانا يا ابا الحسن يا علي بن محمد ايها الهادي المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستعجلنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند عند الله يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا بصير الحسن والقلب الحجاج ايها القائم المنتظر منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه عند الله
اشفعنا عند الله. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث الغاوث الساعة 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 العجلة العجلة العجلة. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.